اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. هنتكلم النهارده عن ظاهرة خطيرة جدا، يعني انتشرت في المجتمع المصري، وهي موضوع المفرقعات والالعاب النارية والصواريخ اللي بقت بتترمي في كل الشوارع. ويعني هبدأ معاكم الحلقة بحاجة بسيطة كده، يعني دايما السؤال اللي بيطرح لما حد بيعترض على اصوات الصواريخ او الكلام ده، من بقى يعني سيدات بيترمي عليهم او ناس مثلا كبار السن عايزين يناموا في هدوء وكل الكلام ده، فيبداوا بقى يقولوا ايه الرد، يقول لك هو يعني انتوا ما كنتوش بترموا صواريخ وانتوا صغيرين، ما تسيبوا العيال يفرحوا. فهنشوف حقيقة هذه الجملة، ويعني نوع الحرية اللي ممكن يكون عند شخص ولكنه يمثل تعدي على حرية الآخرين، والقوانين بتقول ايه حوالين العالم، وهل الحاجات دي اصلا مسموحة في مصر او مثلا في الامارات او السعودية، وهل حتى لو مسموح منها انواع، هل مسموح استخدامها بالطريقة دي، وان يكون في حاجة اسمها مدافع الكربون وانفجارات عملاقة كأنك تحت قصف من احدى الدول المعادية. طبعا اول حاجة، هو كل الناس وهي صغيرة كانت في رمضان بتجيب مثلا بومب او صواريخ صغيرة كده كانت موجودة في الاسواق، ولكن كان صوتها هادي خالص وكان الصوت مختلف تماما. فدي الحجة بتاعت هو انتوا ما كنتوش بترموا، هي حجة فاشلة، لان هو الموضوع اختلف تماما. اولا احجام المفرقعات اختلفت، والفساد زاد في استيراد هذه الاشياء باحجام واشكال مختلفة، ومواد اصلا غير مسموح بيها ولا مطابقة لاي معايير للسلامة. وغير كده وكده هي اصلا بتترمي، يعني زمان مثلا الاولاد كانوا ممكن يلعبوا كده تحت في عمارتهم بتاع، يرموا حاجات بسيطه، يرموا مثلا بومب صغير كده من البلكونه ما يعملش اصوات معينه، وحتى لو كانوا بيرموا مكان يعني مثلا عند بيتهم او الكلام ده، ولكن عند الساعه مثلا 10 بالليل كله كان بيبطل، كان في احترام وكان في ذوق عام وكان في اخلاقيات مختلفه في التسعينات عن الفتره اللي احنا عايشينها للاسف، مع وجود بقى حاجات التواصل الاجتماعي زي التيك توك اللي جنن الناس وخلاهم يرفعوا الفيديوهات وهم بقى بيرموا صواريخ. ده انا شفت حاجات على التيك توك، يعني دي لو في دوله تانية يعني فيها احكام لا تتخيلوه. يعني انا شفت واحد موقف ميكروباص وحط الفيديو علني كده على التيك توك، بيوقف ميكروباص وبيرمي عليه صاروخ ويطلع يجري. يعني ممكن مثلا ايه يجيب عمى بقى، وهنشوف طبعا حوادث من دي حصلت في مصر، يجيب عمى لواحد من الركاب، يحرق واحد لابس هدوم معينه مثلا، يمسك فيه النار عادي جدا بنهزر، يقول لك ده فرحه رمضان. فرحه رمضان ان انت تخلي واحد اعور، او تخلي ناس معينه مثلا عندها شغل الصبح ما يروحوش الشغل، او بنات صغار يكون عينيهم يحصل لها اصابات او حريق في ممتلكات، ففين الفرحه في كده؟ فهو نوع من الترويع، يعني حتى دينيا هو طبعا محرم وقانونيا هو مجرم. دي مثلا صوره منتشره لاحد الحاجات او الاختراعات الفاشله اللي موجوده تحت غياب الرقابه القانونيه للاسف في رمضان. حاجه زي مدفع كده بيقول لك بيحطوا ماده معينه من الكربون ويفرقعوه فوق الاسطح او في اماكن معينه، طبعا بيفزع الناس والحيوانات. هوريكم موضوع الحيوانات ده دلوقتي كمان، مش بس البشر، حتى الحيوانات لم تسلم من اذيه البشر للاسف، او الاجيال الجديده للاسف بعضها طبعا مش كلها اللي بتسيء استخدام هذه الاشياء وبتفزع الناس، وكبار السن والمرضى طبعا بيعانوا في رمضان بالكامل. يعني بيكرهوا الناس في شهر فضيل زي ده، حتى الناس اللي بتصلي في الجوامع بيتفزعوا وهم بيصلوا التراويح من اصوات هذه المواد تحت غياب طبعا اي تشريعات او مراقبه او ملاحقه قانونيه. دي مثلا واحد حاطط بوست بيقول برضو للاسف، شوفوا اصلا منظر الصاروخ اصلا مرعب، يعني دي قنبله، يعني ده ارهاب، ده لو في اي دوله تانية يعني لو حد معاه الحاجات دي مش عارف هيتحكم عليه بقد ايه. بيقولك يعني واحد، فهو كاتب بقى بيقول للاسف دي صواريخ رمضان، بل صواريخ الرعب للاطفال والكبار بدون رقابه من الامن او من الاسره. طبعا دور الاسره بيكون برضو مهم جدا، للاسف في غياب كامل سايبين عيالهم يولعوا ويرموا على البنات ويعوروهم ويخلوا ناس يعني تفقد عينيها، وحاجات حوادث طبعا مؤلمه جدا هنتكلم عنها دلوقتي. وبيقول معلومه هنا، مع العلم ان الصين اللي بتصدر لنا الصواريخ دي والالعاب الناريه محرمه ومجرمه عندهم بالقانون. وفعلا هنشوف دلوقتي الصين نفسها عامله ايه وبتقول ايه على الحاجات دي وانها منعاها تماما، وهنشوف يعني تفاصيل عن بعض الدول الاوروبيه وكل القوانين اللي موجوده في اي دوله محترمه. هنا بقى موضوع الكلاب ده حاجه ممكن ما يكونش الناس واخده بالها منها،
هنتكلم دلوقتي على هذا البوست، ولكن في حاجات الناس مش واخده بالها منها في موضوع الصواريخ ده. هي يعني مش مفزعه بس للناس اللي هي كبار السن او ناس مثلا عايزه ترتاح، او واحد راجع من شغله عايز يريح شويه وينام، يصحى على صوت انفجار مش عايز ينام. طلبه مش عارفه مثلا تذاكر بالليل زي ما كانوا متعودين في الايام العاديه، بيحصل انفجارات ضخمه فمش عارفين يوازنوا بين المذاكره والنوم. بنات بتتعاكس باقذر الاساليب وبترمي تحت رجليها الصواريخ اللي ممكن تصيبها بعاهات معينه او يعني جروح، بسبب ان واحد شايف ان ده من حقه انه يفرح. كلمة الفرحة اصبحت كارثية، او استخدامها اصبح كارثي في مصر. ففي حاجات مش واخدين بالنا منها بقى، ان هو مش ازعاج للبشر بس، لا الكلاب بتعاني. ان ممكن واحد يقول ايه يعني مش ده موضوعنا، لا ده موضوع مهم جدا، ان حتى الحيوانات سواء الاليفة او الحيوانات اللي هي بتاعت الشارع، يعني مثلا كلب ضال او الكلام ده، دول انا شفت واحد ولد صغير يعني ده مش عارف هو نقول عليه ايه، نقدره عليه مجرم ولا هو اهله هو المجرمين، ولكن هو جايب يعني حاجة معينة زي علبة كده كأنه هيأكل الكلب وحاطط فيها صاروخ، يعني عايز يفجر وش كلب ضال في الشارع. وانا حذرت قبل كده وقلت في حلقة اتكلمت فيها عن اغاني المهرجانات واضرارها والاجيال اللي جاية هيحصل فيها ايه، والحاجات بقى محمد رمضان والعنف في الشارع والضرب والكلام ده، الاجيال الجاية راحة فين. وقلت الكلام ده في حلقة قبل كده كنت بتكلم فيها عن المهرجانات، والناس بقى هجمتني وقلت لا عادي ده موجود في دول العالم، وايه يعني يعني المهرجانات ده فن ولازم نحترمه. ادينا بنشوف الاجيال طلع على ايه وايه اللي بيحصل، ولسه الايام الجايه هنشوف اكتر واكتر. شفنا النتيجه دلوقتي ان الناس بقت بتتلذذ بالنار واشعال الحرائق واذيه الحيوانات، ودي من علامتين من ثلاث علامات لحاجه اسمها ثالوث القتل. يعني في ثالوث معين موجود، لو عندك اتنين منه فانت احتمال تكون قاتل متسلسل، اللي هي الرغبه في اذيه الحيوانات والرغبه في اشعال الحرائق. انا شفت الاتنين دول لوحدهم كده موجوده في اطفال للاسف في مصر. وطبعا العلامة الثالثة هي التبول اللا إرادي بعد سن الخامسة، ولكن أنا بتكلم دلوقتي على العلامتين دول موجودين عند أطفال كتير في مصر بيحبوا إشعال الحرائق بالصواريخ وبيحبوا أذية الحيوانات بالقنابل والصواريخ. للأسف الشديد في أجيال طالعة راحة في دهية في هذه البلد. فده بوست واحد كاتبه اهو بيقول لك النهارده كنت عند دكتوره للكلب، عنده كلب عنده حيوان اليف عادي جدا طبعا، فبيقول له يعني بتساله على الكلب اللي عنده عامل ايه مع صواريخ رمضان، فبيقول الكلبه بتهوهو على كل صاروخ وبتخاف اصلا. فبدات بقى يعني الطبيبه بتحكي له يعني قصص بقى بتجي لها حالات معينه، خمس ست كلاب بيعملوها على نفسهم من بعد كل صاروخ. يعني اصابنا الكلاب بالهلع والفزع وان هم بيستخبوا تحت السرير. فبيقول يعني الموضوع ما بقاش مقتصر على بني ادمين بس، ويا ريت يعني الناس توقف العته اللي بيعملوه ويبطلوا ساديه. هنا كان بوست برضه موجود على تويتر كان مشهور قوي ومنتشر، واللي بيقول يعني هو الراجل ما كانش عارف ينام ولا عارف يذاكر او الكلام ده، بيقول كل واحد سايب ابنه في الشارع فرقع صواريخ، فهو باختصار راجل مش متربي. هو بيتكلم هنا عن الاهالي، ويطلع ابن قليل ادب ما يعرفش حاجه عن احترام الجار، وقلبه بينتفض مع كل صوت، وبيقول ان هو بيصحى من النوم كذا مره، وحقيقي ده اكبر مشاكل دلوقتي، وبيدعي عليهم وعلى اللي ربهم. وهنا في بوست كده برضه على الفيسبوك بيحاول يعلم الناس، يعني بيقول لك من الادب في رمضان تعلم ابنك بدل يعني لما ينزل يشتري حاجه حلوه ليه بمصروفه او كذا، ما يروحش بقى يجيب صواريخ وكلام فارغ يرميها على الناس ويفزع بيها الناس. يعني حاول استخدم الفلوس استخدام سليم، حاول يعني برضه بيتكلم يعني نشوف دور الاهالي. وهنا برضه بوست تاني بيقول لك الاهالي اللي بتدي فلوسها او لعيالها فلوس من غير حساب يشتروا بيها صواريخ وسلك ويولعوه الكلام ده، ويجروا ورا بعضهم ويؤذوا النساء وهي ماشيه، والمدفع الكربون اللي بيصنعوه مستفز ويفرقوها في الشارع وتحت رجل الناس. بيقول بيشوف مناظر يعني مقرفه جدا، وسلوكيات طبعا في الشارع اصبحت يعني فيها فساد كبير. وهنا برضه كان في احد الاطباء كان عامل البوست برضو على الفيسبوك بيقول اللي بيفرقع الصواريخ استفاد ايه، ربنا يهديكم. تعرف يعني ايه لما اكون تعبان في اخر اليوم وهموت وانام وتفرقع الصاروخ اللي نومي ويبقى لا راحه ولا نوم؟ استفدت ايه لما تصحي العيل الصغير اللي بقاله ساعتين بحاول ينيمه؟ وهنا برضو دي حاجه من احنا مش واخدين بالنا منها، زي ما اتكلمت عنها ان في اثار حاجات تانية الناس مش واخده بالها منها قوي، مش بس كبار السن والعواجيز، لا زي ما اتكلمنا عن الحيوانات والاطفال الصغيره، وكمان ما تنساش الاخوه المسيحيين في مصر. احنا معانا ناس تانية ملهاش ذنب في كل اللي بيحصل ده. لو انت بتتكلم في فرحة رمضان بتعمل ارهاب باسم الفرحة، فطب في ناس عايزة تنام، يعني واحد مسيحي ملوش دعوة اصلا يصحى يصلي الفجر، بتفرقع له مدفع عليه تحت بيته مثلا الساعة 4 او 5 وهو مسيحي اصلا وعايز ينام ويصحى الصبح يروح شغله حقه كمواطن في هذه البلد. فطبعا يعني انت بتسبب كمان نوع من الفتنة الطائفية، بدأوا يكرهوا الشهر رمضان وبدأوا يكرهوا السلوكيات من الناس اللي بتعمل كده. وزي ما قلنا الصغار السن اللي هم الاولاد بقى مثلا رضع او الكلام ده، الاب بيكون او الام بتصدق تنيمهم تحطهم في السرير، يصحى مفزوع
من اصوات القنابل الليليه، فدي كارثه على الاطفال. وهنا بوست تاني برضو موجود بيقول لك ايه الاهالي اللي سايبه عيالها تفرقع صواريخ دلوقتي. حرفيا اي اب مسرح عياله الاقتراف مثل تلك الفعله ما كانش جابهم من الاول. ودي حقيقه، مش كل الناس يكون ليها الخلفه، عشان كده احنا قلنا ان يا ريت الناس تفكر كويس قبل الانجاب، لان مش كل الناس قادره على انها ترعى اولادها، او يا ريت مش كل الناس تخلف يعني، لان في ناس بيجيبوا مجرمين. فبتقول هنا ما كانش جابهم من الاول، لو مش هتعلمهم مبادئ احترام الجار، احترام الناس اللي هتصحى بدري تروح شغلها. فبتقول جاي لكم نوم ازاي وعيالكم بره البيت دلوقتي، وتقول انها حرفيا طبعا قلبها بينتفض مع كل صوت فرقعه. هنا بقى حاجه طبعا من التعليقات اللي شفتها على الفيسبوك وخوفتني، او مش خوفتني يعني ايه، الموضوع ده ممكن يسبب نوع من الصراعات الكبيره. وطبعا بشوف خناقات كتير في الشوارع في كل انحاء الجمهوريه، بيكتبوا عن خناقات وحاجات ومشاكل كبيره بسبب الصواريخ. يعني انت بتقترب من نوع من الحرب الاهليه. هو دلوقتي بيقول الحكومه لو مش ناويه تتدخل ما خلاص، انت مين اللي هيحمينا بقى لو الناس مش عارفه تنام او مش عارفه تحمي بناتها من المعاكسات او الكلام ده؟ فخلاص بقى احنا نشيل، ما هو كده اقول لك بقى ما نشيل سلاح زي امريكا بقى، اللي هو ايه، لو الحكومه مش هتتدخل وتمنع الكلام ده خلاص كل واحد بقى يشيل سلاح ويدافع بيه عن نفسه او يدافع بيه عن بيته. ما انت كده بقى، ما هو كده هتبقى غابه، فلازم الحكومه تتدخل. وهنشوف دلوقتي الحكومه بتقول ايه او عملت ايه في الحاجات دي، وطبعا محتاجه رقابه اكتر من كده بكتير. فهنا خبر بيقول لك ضبط شخص لحيازته مخزن للالعاب الناريه في سوهاج. دي وزاره الداخليه بتحاول تقوم ببعض الادوار، ولكن طبعا الموضوع منتشر بشكل جنوني، بشكل يعني زي الفيروس كده منتشر في كل مكان في الجمهوريه باعداد فلكيه غير قابله للحصر. فالحكومه بتحاول تقلل شويه وتمسك بعض المخازن للارهاب المنتشر ده. وكمان في طلب احاطه في البرلمان ضد الالعاب الناريه عشان بتؤدي لعاهات مستديمه، بتؤدي الكوارث. نشوف دلوقتي عاهات اللي سببتها هذه المفرقعات الارهابيه. هنا في السعوديه مثلا بيقول لك النيابه العامه في عقوبه طبعا لمهرب المفرقعات او مصنعها او المتاجر فيها، سجن وغرامه تصل ل 100,000 ريال. وطبعا في الامارات نفس الكلام، في طبعا عقوبات للحاجات دي، عروض الالعاب الناريه او المفرقعات او حيازتها او الاتجار بها او استيرادها او استخدامها دون الحصول على ترخيص. تصل كمان للاستبعاد، لو مواطن مثلا من دولة تانية ممكن يحصل له ابعاد. فهنا في جريدة البيان بيقول لك نصح يعني مبارك الشمسي مدير بلدية الحمرية اللي بينصح الاهالي بمتابعة الابناء وتوعيتهم بعدم شراء الالعاب دي. وقال كمان طبعا الالعاب النارية دي بتسبب الهلع على افراد المجتمع خاصة كبار السن والمرضى، وتبدد سكينة الاحياء السكنية، وتعرض الاطفال طبعا لاصابات خطرة ومخاطر الغازات، وهنتكلم عنها دلوقتي. ده من اسباب اللي الصين منعتها، تأثير هذه الاشياء على البيئة تأثير مضر جدا. وفي الهند حصلت اصابات كتيرة بامراض صدرية بسبب الاحتفالات، مع ان عندهم الاحتفالات في بعض المناسبات، يعني هم مش سايبينها برضو ايه سداح مداح كده، لا لازم طبعا في بعض الاوقات من السنة. هنا في مصر تاني بيقول لك ضبط مليون صاروخ في مخزن مستأجر في الجمالية. ودي طبعا صور لبعض الناس اللي هم يعني عملوا حملات تفتيش هنا في مصر ومسكوا بعض. شوفوا احجام الصواريخ اصلا مفزعة، يعني قنابل يدوية. طب القانون هنا في مصر بيقول ايه؟ فبيقول لك يعني قانون العقوبات فرض عقوبة، بس المشكلة ان هو يعني ما بتطبقش بشكل كامل، والا ما كناش شفنا كل هذه الاعداد من صواريخ. ولكن القانون موجود بالفعل، مادة 102 ألف من قانون العقوبات بيقول لك الحائز أو المستخدم أو المستورد أو المصنع للمواد دي بالسجن المؤبد أو السجن المشدد. يعني في قانون بيقول كده، ولكن المشكلة في التطبيق مش في وجود القانون للأسف. تعالوا نشوف الإصابات للأسف اللي حصلت في مصر. يعني دي مثلا ستة هي بتقول لك الألعاب النارية أصابت سيدة بعاهة وأصابت زوجها بجروح في حدائق القبة. للأسف الشديد يعني عينها راحت بسبب ناس اللي يقول لك عايزين نفرح، يعني واحد عايز يفرح فيضيع عين ست عادي جدا. حتى الأطفال زي ما شايفين، واحد كاتب ما صنعته صواريخ والعاب رمضان، ما صنعته التربيه المنحطه لابنائنا الضحايا. وده كمان واحد في اكل عيشه، حتى العاب ناريه تسببت في تفحم دراجه ناريه لعامل توصيل بالسويس. واحد اكل عيشه يعني اتدمر ومش يعني هيفلس بسبب ان واحد عايز يفرح. ودي واحده كمان طفله مسكينه يعني تفقد عينها بسبب القاء العاب ناريه من جارتها في امبابه. واحدة فرحانه، بشوف الخبر اصلا بيقول لك فرحانه وبتعلق زينه رمضان، طبعا اتحولت الفرحه لكابوس و عينيها انتهت. تعالوا نشوف هنا موقع لل يعني الشرطه الانجليزيه في انجلترا بيقولوا ايه يعني على موضوع الالعاب الناريه ده. طبعا هي اصلا ليها مواد معينه بتنظمها وليها تفاصيل كتير، ولكن هم بيسمحوا في اوقات معينه واعمار معينه وعاملين فئات للالعاب الناريه. بيقول لك الفئه الف او الفئه الاولى والفئه الثانيه والثالثه والفئه الرابعه، وفي اعمار معينه. شخص مثلا بيزيد عمره عن 18 بيستخدم العاب مثلا من الفئه الاولى والثانيه والثالثه،
اما اللي عنده 16 او يزيد عن 16 بيستخدم فئات معينه وهكذا. يعني الموضوع مش متساب. وبعدين العاب ناريه اصلا مش زي اللي عندنا في مصر، العاب ناريه ليها مواصفات ومطابقه لمعايير معينه ولوائح المواد الناريه والسلامه، وكمان لوائح الالعاب الناريه لعام 2004، ولوائح كمان للاتحاد الاوروبي ومراقبه الالعاب الناريه. يعني الموضوع اصلا مش بنتكلم عن الالعاب الناريه اللي عندنا دي اللي هي قنابل بقى ومدافع الكربون والفساد المنتش، لا مش ده خالص. ده التنظيم ده لعمر معين وفئات معينه، كمان هي اصلا متراقبه ان استخدام مواد معينه امنه ومش عارف ايه، وصوتها بيكون بمعيار صوت معين. دي اوروبا يا جماعه، دوله يعني قاره كبيره، والدول اللي فيها بتطبق قوانين صارمه، مش هيصه هي واي حد يعمل اي حاجه ويقول لك حريه وفرحه. وهنا بيقول لك في تحت كاتبين طب تاثير اساءه الاستخدام بقى الالعاب الناريه، فبيقول لك ان هي ممكن تسبب اضرار طبعا بالممتلكات او الحاق ضرر بالناس والحيوانات، وممكن تسبب مثلا حريق خطير. وده السبب، هم كاتبين ده السبب، ان هو لا يجوز اصلا لافراد الجمهور استخدام الالعاب الناريه الا في ممتلكاتهم الخاصه زي حدائقهم الخلفيه، ويمكن فقط للمهنيين المرخصين استخدامها في الاماكن العامه. يعني عمر معين واوقات معينه من اليوم ومناسبات معينه وكمان في اماكن معينه، يعني محدش يقدر يستخدمها في الاماكن العامه في شارع كده عادي، او يرمي على عربيه او مش عارف ايه والكلام الفارغ اللي موجود ده، الا ناس مرخصه وبيستخدموا يعملوا انفجارات معينه في بعض الاعياد يعني. ولكن كل واحد ممكن يعملها في حديقه بيته باصوات طبعا منخفضه في اوقات معينه من السنه. فهنا بيقول لك تعريف الالعاب الناريه الاستهلاكيه دي اللي هي العاب ناريه يعني بتباع للاستخدام من قبل عامه الناس، بتكون اضعف، ده تعريفها انها اضعف طبعا في القوه من الالعاب الناريه اللي هي مستخدمه في العروض الاحترافيه، متقسمه طبعا مجموعات معينه وليها اسامي مختلفه. فهنا بعض البلاد والقوانين، ده مثلا نفترض في اسيا، في الهند مثلا بتباع الالعاب الناريه وكل حاجه، ولكن خلال مهرجان معين هندوسي موجود عندهم مش هيصه طول السنه، وقالوا ان هو لتزايد مستويات تلوث الهواء في دلهي، تم حظر بيع الالعاب الناريه من قبل المحكمه العليا في 2017. وفي الفلبين مثلا بتتباع في خلال ليله راس السنه الجديده. اوروبا برضو ليها قوانين حاكمه، في بلجيكا مثلا ما ينفعش تبيع الالعاب الناريه باستثناء فئه معينه الى اي شخص يقل عمره عن 16 سنه، ولا وبيقول لك انها متاحه. ده شوف بقى بلجيكا بتقول ايه، متاحه للشراء على مدار السنه ولكن لا يجوز استخدامها الا باذن من الشرطه. وفي فنلندا مثلا بتباع بين عيد الميلاد وراس السنة الجديدة، وبرضو في أوقات معينة في ليلة رأس السنة. وكذلك في ألمانيا لا يمكن بيع الألعاب النارية بخلاف الفئة، لسه هنتكلم عن الفئات، فئة واحد لأي شخص يقل عمره عن 18 عام، عشان برضو احتفالات معينة واحتفالات خاصة، بيقولك في الفناء الخلفي مثلا للبيت بتاعك. يعني مفيش حاجه اسمها كده بشكل عام كده، او في الشارع، او ترمي على الناس. طبعا رمي على الناس ده جنون او جريمه في كل دول العالم. يعني انت لا تتخيل ان مواطن امريكي مثلا ماسك قنبله كده او ماسك مدفع كربون وراح واقف جنب واحده وبيفرقعه جنبها، انت مش متخيل العقوبات ممكن توصل لايه. كاميرات هتصورك طبعا وجايبه الكلام ده، او تنزل مثلا 4 الفجر وتضرب قنبله اشبه بالقنبله اليدويه تصحي حي امريكي. انت يعني القانون يعني هيعلقك، يعني مش زي هنا كده يقول لك ايه سيب العيال تفرح. طبعا اللي بيقول كده برضه هو مشارك في الجريمه، اي حد بيقول كده هو مش فاهم ان الحاجات دي صوتها زاد، الحاجات دي بتلوث البيئه وبتسبب امراض صدريه للاطفال، بتسبب عاهات للاطفال، وبتسبب كله في الانتاجيه في الدوله، بمعنى حتى الخدمات الصحيه هتتاثر. طب ازاي؟ يعني مثلا الممرضين اللي مش عارفين يناموا بسبب اصوات الانفجارات الليليه ممكن ما يركزوش في شغلهم، الاطباء وكبار السن اللي في المستشفيات اللي عايزين حتى يناموا او في البيوت مش عارفين، فيسبب في اضرار في جهاز المناعه ومشاكل صحيه بالجمله، والاطفال الصغيره طبعا البيبيهات اللي عايزه تنام، الام تعبانه ومصدقت نايمه الولد فجاه يصحى مفزوع. في امريكا الموضوع ده مختلف من ولايه لولايه، وبيقول لك ان ساعات كمان بيروحوا او بيعبر المستهلكين ساعات خطوط ولايات معينه ومقاطعات عشان يعرفوا يشتروا العاب ناريه، لان في ولايات حظراها بالكامل وولايات حظراها بشكل جزئي. وبيقول لك انها طبعا في انواع منها طبعا كتير بتحتاج تراخيص، وفي ولايات معينه قالت لكل مقاطعه تحط لوائحها الخاصه لتنظيم الالعاب الناريه. طبعا هناك يعني زي واحد يقول طب ما القانون موجود في مصر، ايوه بس الفكره في التطبيق. يعني هو في امريكا بيطبقوه والكاميرات موجوده في كل مكان في كل مقاطعه، فالموضوع مش سايب. هنا بيقول لك البوليسي بقى او السياسه في الاتحاد الاوروبي ان هم عاملين سياسه معينه موحده للالعاب الناريه في الاتحاد الاوروبي، توحد سياسات الدول الاعضاء بشان تنظيم انتاج ونقل وبيع واستهلاك وسلامه
ليه؟ أو السلامة العامة للألعاب النارية في الاتحاد الأوروبي، ومن سنة 2010 بيلزم في اختبار سلامة معينة للألعاب النارية في الاتحاد بأكمله، وطبعا بيراقبوا بقى الشركات والكلام ده كله عشان تكون الألعاب مطابقة أصلا للمواصفات، غير بقى إن هم يقولوا طبعا سن معين، ويعني مش أي حد كده يشتريها، ولازم وبلاد معينة تقول لك لازم تاخد ترخيص من الشرطة. ففي فئات بقى يقول لك الفئة واحد مثلا ألعاب نارية بتشكل خطر ضئيل زي الشرارة ومخصصة للاستخدام في مكان مغلق، وفئة اتنين بتشكل خطر ضئيل برضو بتستخدم خارج المباني السكنية في مكان مغلق، والفئة F3 خطر متوسط في مساحة مفتوحة بتنطلق بقى في السماء وتعمل أشكال يعني حاجة زي كده في بعض الأعياد أو المناسبات، وفي أربعة اللي هي عايزة استخدام مهني أو عايزة خبير، فعندهم سياسات معينة بتنظم هذه الأمور. هنا بقى موضوع الصين، والصين طبعا يعني هي حظرت الألعاب النارية وقالت أسباب، وإن في سنة 2006 أو نهاية 2006 عملوا حظر محدود، وكانوا عاملين استطلاع بيقول لك 80% قالوا الألعاب النارية لها تأثير خطير على جودة الهواء، وفي 2018 بقى تم حظر الألعاب النارية في 444 مدينة في جميع أنحاء الصين و343 مقاطعة. طب إيه أسباب الحظر؟ قال لك أول حاجة البيئة، تلوث الألعاب النارية دي على البيئة لها تأثير كبير جدا، مش بس إزعاج والكلام ده، بتسبب تلوث خطير، يعني مصدر لتلوث في الغلاف الجوي والبقايا الكيميائية في الهواء اللي بتبقى من بقايا الدخان بتاع الصواريخ دي، وقالوا كمان تأثير على الصحة، طبعا صحة الإنسان ليها تأثير كبير عليه، وقالوا من الهند مثلا زاد عدد المرضى اللي بيعانوا من أمراض الجهاز التنفسي زي الربو والتهاب الشعب الهوائية بنسبة 30-40% خلال الفترة اللي بيتم استخدام الألعاب بكثافة في الأعياد الهندية. وهنا بقى طبعا حتة مهمة جدا بنتكلم عن الضوضاء، بيقول لك الضوضاء الناتجة عن الألعاب النارية من أسباب الحظر في الصين مثلا بتشكل خطر على صحة الإنسان، مش بس إنها رفاهية كده إيه يعني ما تستحمل شوية ضوضاء، لا دي خطر، خطر حقيقي. الدوشة اللي لو حد مش عارف ينام من الدوشة، فمستوى الضوضاء المحيط عند تفريغ الألعاب بيقول لك من 1.2 لواحد وثلاثة من عشرة ضعف المستوى المتوسط، فأصبحت قلة النوم بسبب التلوث الضوضائي كانت موجودة خلال عيد الربيع عندهم طبعا، فأثر الضوضاء بيقول لك على الصحة خطيرة، مش ضارة فقط للأذنين ولكن بتؤدي لطنين الأذن وساعات الصمم وسلسلة من الأمراض النفسية زي زيادة التوتر، طبعا الناس بتتخض وتترعب والقلق وصعوبات التواصل والعجز المعرفي، وبتؤدي كمان لحوادث خطيرة، قال لك زي اشتعال مثلا أو انفجارات خطيرة أو زي مثلا انفجار في مصنع الألعاب النارية وحاجات كتير من الكوارث في مصانع أو أرزاء الناس أو ممتلكاتهم. فهنا شفنا دول العالم بتقول إيه، الاتحاد الأوروبي بيحط معايير عاملة إزاي، معايير صارمة، انجلترا بتقول لك مش اي حد كده يشتري، في اعمار معينه، في فئات معينه، في اسباب معينه بتحتاج ترخيص الشرطه، وغير ان هي اصلا مش نفس الانواع السيئه اللي موجوده عندنا في مصر، لا ده انواع مطبق عليها سياسات سلامه عامه، والاتحاد الاوروبي مراقب وبيحط معايير صارمه عشان يقول ان دي العاب ناريه. الحاجات المتهربه اللي عندنا او تعمل تحت بير السلم دي مش العاب ناريه، دي قنابل اشبه بالمتفجرات او صناعه قنابل يدويه، فدي حاجات اصلا مش موجوده في دول العالم، مش موجوده غير هنا، متهربه بقى باي وسيله، مش عارفين بتتعمل فين او بتصنع في اماكن مستخبية في مصر. فبنطالب الحكومة انها بتشدد الرقابة عشان الناس طبعا والمواطنين ليهم حق في الراحة، او الناس اللي هي كبار السن، وطبعا غير المعكسات الغير محترمة اللي بتحصل واصابة البنات باذى معين، فالموضوع تعدى حدود الفرحة، محدش يقول ايه لا سيب العيال تفرح، لا انت كده بتسيب العيال تبقى مجرمة، انت كده بتعلم الولاد الاجرام والتلذذ بالنار والتلذذ بتعذيب البشر والحيوانات، دي طبعا مش فرحة، فحريتك بتقف عند هنا، وإلا كل واحد بقى يقول طب ما انا احمي نفسي انا كمان، وتبدأ الخناقات والحروب بين الاهالي، وده اللي الناس مش عايزاه. ودي كانت حلقتنا عن هذا الموضوع، هل الالعاب النارية يعني والصواريخ هي حرية ام جريمة، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.